الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فصلى الله عليه صلاة وسلاما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركم بقوله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الغار لصاحبه أبي بكر الصديق، عندما أحاط المشركون بالغار، وقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا، عنوان خطبتنا اليوم أيها الأحباب. إذا كنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن أهمية الوعي بالصحة النفسية والأمراض النفسية والخوف والقلق والاضطراب، وبحمد الله في المستوصف هناك من يعالج هذه الأمراض، لكننا اليوم لا ننكر أبدا أن أول علاج لهذه الأمراض هو الاتصال الدائم بالله عز وجل، والشعور المستمر بلا تحزن إن الله معنا. الشعور الدائم أن الله معك في خضم هذه الأحداث، ومهما كان هناك من أحداث سياسية أو اضطرابات اقتصادية أو أوضاع معيشية، لا تحزن إن الله معنا. هذا الشعور بمعية الله عز وجل فسره لنا القرآن بطريقة القصص القرآني، لم يفسره القرآن بمحاضرات نظرية، ولم يتحدث القرآن عن أفكار فلسفية، إنما كان الكلام عن معية الله للمؤمنين بالقصص القرآني. فإذا أردت أن تحيي المعية الإلهية في قلبك وفي نفوس أطفالك فافتح القرآن واقرأ القصص في القرآن. أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب، فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في العسر من تيسير يسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. فيا ملك الملوك أخي العثار، فإني عنك أن أدني الذنوب، وأمرضني الهوى لهوان حظي، ولكن ليس غيرك لي طبيب. أيها الأحباب، العلاج النفسي الأول لكل مرض نفسي هو الاتصال بالله عز وجل. وكما أخبرنا، فلنستعرض بعضا من القصص القرآني في معية الله عز وجل. في قصة موسى عليه السلام، تلك القصة التي قرأناها ونحن صغار وحفظنا بعض صورها وسورها،
تلك القصة التي تبدأ بمعية الله عز وجل لموسى عليه السلام ولأم موسى رضي الله عنها منذ لحظة الولادة، وقلقها وخوفها على ابنها ورضيعها من أيدي جنود فرعون وسكاكين جنود فرعون وذبح جنود فرعون لابنها منذ اللحظات الأولى. يذكرنا المولى عز وجل، يذكر موسى كيف دافع عنه. يقول الله تعالى في سورة طه: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا موسى، أنت هلا عم تدعي رب العالمين حتى يكون معك؟ ما يا موسى ربنا كان معك من لما ولدت، قبل أن يكون لك نطق ودعاء تطلبه من المولى لقد دافع عنك المولى عز وجل. اليوم كنت عم بتحدث مع الوالد عن ذكريات بداية العمل الخيري هنا في العبادة والاجتياح الإسرائيلي، وكيف بدأ الأخوة بطبخ الطعام أبان الاجتياح الإسرائيلي. وعندما تفكرت أنا بماضية كما ذكر موسى بماضيه، يا جماعة نحن كلنا ولدنا في حروب، فلان ولد بحرب 75 وفلان ولد بالاجتياح الإسرائيلي وفلان راح المدرسة عند حرب 88 وفلان صار بالجامعة عند مجدل الطانة وفلان تخرج من الجامعة عند حرب 2006 وفلان إجا ولد عند تفجير الفلاني. يا جماعة نحن فينا ننظر إلى هذه التفجيرات والحروب ونتشائم، لكن من قال لك لماذا لا تنظر من الناحية الثانية؟ لقد رباك الله ولقد صنعك الله على عينه في كل تلك الحروب، ولقد رزقك الله ولقد أعانك الله في كل هذه الحروب. تذكر معية الله في كل اللحظات، وانظر معي واقرأ معي كيف تذكر موسى عليه السلام معية الله. معية الله مع سيدنا موسى تستمر حتى عندما وقع في المعصية، حتى عندما قتل نفسه بغير قصد. تذكر: فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بسرعة: فاغفر لي فغفر له. بسرعة، الفاء للتعقيد السريع، مش بدها وسطات حتى تاخذ مغفرة، ما بدك سكوت غفران من رب العالمين. معية الله مع موسى حتى في اللحظة التي قتل فيها نفسا بغير قصد، تذكر أن الله معه. أحد الأخوة في الأسبوع الماضي حدثني بعد الخطبة عن الضغط النفسي الذي يعيشه والذي قد يدفع به إلى النظر على التليفون إلى ما لا يحل، إلى النظر الحرام والشعور بالذنب. وهذا الشاب صادق ما شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يكون كلنا عندنا صدق هذا الشاب. لكن حتى عندما تقع في المعصية تذكر أن الله معك وأن الله غفور رحيم، ولا تجعل الشيطان ينسيك بعد المعصية معية الله تعالى. شوف موسى عليه السلام حتى عندما قتل نفسا بغير قصد دغري معية الله بعد أن سأل الله تعالى المغفرة. شو قال؟ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا رب أنت أنعمت علي، يا رب يا رب أنت ساعدتني، يا رب أنت أكرمتني، يا رب لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أساعد ظالما، لن أسمح لأحد أن يمتطي ظهري ليركب عليه، لن أسبح بحمد ظالم، لن أطلق الرصاص في الهواء تمجيدا لظالم، لن أضع صورة ظالم، لن أبوس يد ظالم، لن أكون ظاهرا للمجرمين. شفت كيف معية الله؟ شفت لما يكون الله معك؟ نحن عارفين أوضاع صعبة
ستتحزن، قد تسوء، لكن إذا الله معك فمن عليك؟ وإذا الله تعالى أعانك في الأزمات السابقة فمن قال لك أن الله سيتخلى عنك؟ لا إله إلا الله. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. ويشاء الله لموسى أن يهاجر من مصر وأن يهرب كما يهاجر شبابنا. يشاء الله لموسى أن يكون في أضعف لحظات حياته عندما ذهب إلى مدين، وعندما ساعد الفتاتين في مدين، الامرأتين في مدين، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. موسى ما عنده بيت، ما عنده مرتب، ما عنده فيزا، ما عنده شيء في مدين، لكن مع الله، معية الله في أضعف لحظات موسى، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وهنا الدعاء في قصة موسى، معية الله يا إخواني. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنا فقير، أنا بحاجة لك يا رب. موسى سواء كان منتصر، سواء كان فاتح، سواء كان متعب، وإما كان الله معه، معية الله أيها الأحباب هي الدواء الأول لكل مرض ولكل لحظة سوء ولكل لحظة ضعف. لا تحزن، إن الله معنا. معية الله لما تكلم موسى مع رب العزة جل وعلا، وكلم الله موسى تكليما، شرف عظيم أن الله تعالى كلم موسى، ومرة ثانية استدعى موسى حتى يعطيه الألواح، وقال موسى للمولى عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. معية الله في المحراب، معية الله أنت والشغل، معية الله أنت وعم تسوق، معية الله حتى بعد المعصية، معية الله في أخطر لحظات حياة موسى عليه السلام عندما لحق به فرعون وجنوده. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أصحاب موسى بنو إسرائيل دائما متشائمين، دائما: يا موسى خربت لنا بيتنا، يا موسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يا موسى هذا الدين تبعك شو جبنا، يا موسى هالالتزام وهالاتصال بالله وهالمعية الله اللي عم تحكينا عنها شو جابت لنا؟ نسوا انه مثل ما الله تعالى نجى موسى من فترات من امتحانات عدة، هو نجاهم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. معية الله في تلك اللحظة، جنود فرعون من الوراء والبحر من الأمام، وخلص فرعون هلا جاي مجدرة في بني إسرائيل، هو سكاكينه متعود على الذبح وعلى القتل. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. شفتوا إن معي ربي سيهدين؟ وعلى فكرة لما قال موسى إن معي ربي سيهدين ما كان عارفين الخطة، ما كان عنده تعليمات واضحة مثل التليفون، مثل جوجل مابس. يا موسى لما توصل على البحر اضرب بعصاك البحر، بعد ما بيعرف شو بده يعمل. لكن الله معنا، إذا الله معك فمن عليك؟ لما قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر. طب يا رب أنت تفتح البحر، ليش موسى يضرب بعصا البحر؟ ليش العصا؟ شو عملنا بالعصا؟ يا موسى خذ بالأسباب. معية الله لا تنافي الأسباب. معية الله مش يعني قاعد بالبيت بتقول ما في شغل. معية الله مش يعني ما بتعمل شيء من طرفك. معية الله يعني بتقدم على الوظيفة الأولى والثانية والثالثة، وبتضبط السيرة الذاتية مرة واثنين وثلاثة، وتطرق الأبواب، لكن قلبك لن يتعلق بالأسباب، يتعلق برب الأسباب. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وموسى ضرب بعصا البحر فانفلق، فعبر بنو إسرائيل في البحر الأحمر. ثم عندما عبر إلى الطرف الآخر، موسى أراد أن يضرب البحر مرة ثانية حتى يغلق البحر. لا لا يا موسى، واترك البحر رهوا، إنهم جد مغرقون. مش عصاك يا موسى هي اللي فتحت البحر، مش أسبابك، مش وظيفتك، مش علمك، مش شهادتك هي اللي بتجيب الرزق. معية الله هي اللي بتجيب الرزق.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيها فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أيها الأحباب لا تحزن، إن الله معنا. أيها الأحباب كلا إن معي ربي سيهدين. أيها الأحباب معية الله تعالى هي الدواء الأول وهي الغذاء الأول لأمراض قلوبنا وأمراض أجسادنا، لكن معية الله لا تنافي الأخذ بالأسباب، كما رأينا مع موسى عليه السلام وكما رأينا مع مريم عليه السلام في الأسبوع الماضي. معية الله تعني أنك تأخذ بالأسباب وتتوكل على رب الأسباب. معية الله تعني أن يكون عندك صحبة صالحة، حتى إذا كان عندك نظر إلى ما لا يحل تحاول أن خلال الصحبة الصالحة تساعدك على التخلص من هذا الإدمان، أو تذهب إلى تطبيقات مثل تطبيق واعي وغيرها. معية الله تعني أنك تذهب إلى الطبيب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. معية الله تعني أنك تحاول ثم تحاول ثم تحاول وتتعلم ثم تتعلم ثم تتعلم، ثم تطور مواهبك، ثم تطور نفسك، ثم تحيط نفسك بأهل الإيجابية مش بأهل السلبية. معية الله تعني أنك لن تنتخب ظالما ولن تعين ظالما. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أيها الأحباب معية الله تعني أن نتصل بالله سبحانه وتعالى وأن ندعو الله تعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين وعن الأمة ما أهمهم وما أغمهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فاستجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم إنا توكلنا عليك، أدبنا إليك. اللهم إنا وقفنا على أعتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تحجبنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم أعنا على أن نغير ما بأنفسنا حتى تغير ما بنا. اللهم أعنا على أن نغير ما بأنفسنا حتى تغير ما بنا. اللهم غير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا رب العالمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم يا رب العالمين استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم أحينا لإحياء دينك وتوفنا على الشهادة في سبيلك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.